السيد عبد القادر أحمد حسن، السوداني المنتقل من مرحلة إلى أخرى في علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من الصوفية ومعتقداتها إلى التشيع وما فيه، وجد معرفة بشكل علمي أكاديمي، فأضحت نعمة التشيع نعمة تستحق الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحابته المنتجبين. أنا السيد عبد القادر أحمد حسن من السودان، ومتزوج طبعا قبل حوالي 17 عام. التحصيل الدراسي درست هنا في الحوزة العلمية في سوريا في منطقة السيدة زينب بالعام 95، وتدرجت في المراحل الدراسية إلى أن وصلت إلى مرحلة بحث الخارج في العام 2001، والآن ما زلت أدرس في مرحلة البحث الخارج بمنطقة السيدة زينب سلام الله عليها في دمشق. الديانة والمعتقد قبل الاستبصار، كنت من أسرة صوفية، وكانت ذكرى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرة في التصوف لدينا، ولكن هذه المعرفة بآل البيت لم تكن كاملة، كانت ناقصة، لأن آل البيت عليهم السلام عند الصوفية بعدهم عاطفي، وبالتالي المعرفة العلمية عن أهل البيت التفصيلية لم تكن حاضرة لدينا، إنما كانت هي معرفة عاطفية، وتقام ذكراهم لدى الصوفية في أغلب الأحيان في مواليدهم، لم تكن هنالك يعني احتفالات أو مناسبات شهادة الأئمة عليهم السلام. في السابق كانت الأسئلة التي ليس لها حل حول الشخصيات والأحداث والعقائد عوامل مهمة في انتقاله من عالم الطاعة العمياء إلى عالم الإيمان المعرفي. هنالك أسئلة كثيرة كانت تدور، يعني خصوصا بخصوص المواد التي درسناها في المدارس في المراحل المختلفة، حيث كان هنالك تبجيل وتقديس لبعض الشخصيات التاريخية، ولكن عندما بحثنا في أمهات الكتب لم نجد هذه الحقائق واقعية، فكان هنالك شخصيات بارزة في التاريخ، ولكن وجدنا أنها برزت، وهنالك شخصيات يجب أن تبرز ولكنها كانت مغيبة في الكتب المهنجية والدراسية. نعم، كان رجال الدين بصورة عامة وأساتذتنا بصورة خاصة عندما نوجه إليهم بعض الأسئلة عن الشيعة والتشيع، مثلا لدينا أستاذ اسمه حسن في مدرسة سنار الثانوية عندما كنا ندرس بالصف الثاني، فهو أستاذ التربية الإسلامية لدينا، فعندما سألته عن الشيعة والتشيع فهو يقول لي أن الشيعة مجموعة منحرفة، وبالتالي عقائدهم باطلة، وكذلك ينبغي ألا تقتربوا منهم حتى لا يتلوث عقلكم بهذه الأفكار المضلة. معرفته بمنهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت في فترة التسعينيات من القرن الماضي، فقدحت جذوة الثورة الفكرية في عقله ليغير الواقع القادم الذي كان صادما، إذ كثرت الأسئلة بلا أجوبة أو بإجابات مزورة عن الحقيقة، مزيفة للعقائد والأفكار، ومنها السؤال عن الشيعة. هنالك كثير من الأسئلة التي لا تعاد ولا تحصى، ولم نجد لها أجوبة، خصوصا في المراحل الدراسية التي درسناها، سواء كان في المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية، فهنالك أسئلة سواء كان فرعية أو أساسية لم نجد لها جوابا. وعلى سبيل المثال هنالك سؤال عريض اللي هو من هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا السؤال الإجابة عليه وجدناها مضطربة في مختلف الكتب التي درسناها
أو اطلعنا عليها، ولكن عندما توسعنا في الاطلاع وجدنا أن هنالك إجابة شافية ومقنعة بأن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الخلفاء من بعده، وهؤلاء الأئمة كان منصوص عليهم في كتب الفريقين، في كتب السنة وكتب الشيعة، وأولهم هو الإمام علي عليه السلام، وكذلك باقي الأئمة عليهم السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وباقي الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام. استبصاره كان من منطلق علمي بحت بعيدا عن العاطفة، رغم نقاء عاطفته، فهو كان باحثا عن أجوبة للأسئلة التي كانت مدار البحث، منتقلا في استبصاره من السودان إلى سوريا، وبالتحديد إلى منطقة السيدة زينب صلوات ربي وسلامه عليها. طبعا أنا تعرفت على منهاج آل البيت عليهم السلام عن طريق أخي الأكبر الذي يقيم حاليا في أوروبا، وحيث كنت في الصف الثالث الإعدادي، وهو كان تعرف على منهج آل البيت بالعام 77، وكان يضع لي الكتيبات الصغيرة عندما كنت أذاكر دروسي، الكتابات التي ألفت في مؤسسة نهج البلاغة ونهج مؤسسة البلاغ وغيرها، كانت هناك كتيبات صغيرة تحكي عن حياة الأئمة عليهم السلام، فاطلعت على هذه الكتب بالإضافة إلى المواضيع الفكرية والعقائدية الأخرى، فاستنار فكري من تلك الفترة. وعندما انهيت المرحلة الإعدادية توسعت في الاطلاع حتى تعرفت على منهج أهل البيت عليهم السلام بصورة كاملة. استبصرت طبعا في السودان عندما كنت أسكن قبل أن نسكن بالعاصمة، كنا في منطقة اسمها سنار المدينة، فاستبصرت هناك وتعرفت على منهج أهل البيت عليهم السلام، وتوسعت في الاطلاع إلى أن اقتنعت بأن أستزيد من الدراسة والعلم، فجئت إلى منطقة السيدة زينب هنا وتلقيت العلوم، العلوم أهل البيت عليهم السلام. بعد التشيع اكتشف حقيقة الانتماء لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، متأثرا بمجموعة من الشخصيات التي أضحت أعمدة البناء الفكري الجديد لمذهبه، مذهب الحق. سبب الاستبصار كما قلت لكم، أنا عندما كنت في المرحلة الإعدادية وعندما دخلت الثانوي ووجهت بعض الأسئلة لأساتذتي، فوجدت هنالك تناقض في إجاباتهم، فمثلا عندما نوجه سؤال معين لأحد الأساتذة وهو يجيبنا بما يراه هو، ونراجع إلى بعض الكتب فنجد أن الجواب غير مقنع، وبالتالي عندما نواجهه بالجواب الصحيح فهو يتهرب. هناك شخصيات شيعية كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، سواء كان شخصيات تاريخية أو شخصيات معاصرة، وأنا أقتصر لضيق الوقت على الشخصيات التاريخية الذين هم قدوات لنا. فمثلا هنالك الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي هو أستاذ للفقهاء والعلماء الذين على رأسهم أبو حنيفة وغيره من العلماء من أهل السنة، وكذلك هنالك شخصيات مثل الإمام علي عليه السلام الذي هو يعتبر الأب الروحي للشيعة وشخصيات أخرى أيضا. وبعد استبصاره وجد فهما جديدا لموضوع السؤال والجواب، فوجد أن لكل سؤال حل بإذن الله تعالى عند الشيعة عليهم الصلاة والسلام، فهم من تكلم بأمر الله وعلومه. لا، بل وجدت التشيع على النقيض مما يحكى لنا ويصور إلينا بأن الشيعة مجموعة أو فئة ضالة، ومنهج آل البيت عليهم السلام أو التشيع منهج باطل. فوجدنا عندما اطلعنا واقتربنا من أساتذة العلوم الدينية في منطقة السيدة زينب، وتواصلنا مع بعض العلماء من مختلف المناطق، فوجدنا أن
التشيع هو الدين الصحيح وهو الدين الحق وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتناقه. وهنالك أحاديث كثيرة في أهل البيت عليهم السلام وفي التشيع للأئمة عليهم السلام الذين على رأسهم الإمام علي عليه السلام، مثل حديث الغدير وحديث متواترة في كتب السنة والشيعة في الفريقين معا. استمعت إلى كثير من المحاضرات على مدار السنوات التي تعرفت فيها على منهج أهل البيت عليهم السلام، وحتى لا أظلم أحد من العلماء ومن الخطباء ومن الشخصيات التي خدمت الدين ومنهج أهل البيت عليهم السلام، فأنا استمعت إلى كثير من الشخصيات محاضرات فحتى أوصفهم، فأقول إنني استفدت من كل ما سمعت لهم من محاضرات. لا، هنالك يعني الجواب الشافي لكل الأسئلة التي تتعلق بالدين والعقيدة والفقه والأصول وغيرها، فليس هنالك سؤال في التشيع لا يوجد له جواب على الإطلاق، ومن أراد ذلك فليطالع وليبحث وليتواصل مع العلماء حتى يجد الجواب الشافي لكل الأسئلة التي تدور بذهنه. وهنا أراد السيد عبد القادر أحمد أن يرسل رسالة إلى الشباب معولا عليهم بتغيير الواقع، مؤكدا أنهم عماد تغيير نواة المستقبل، النواة الفكرية بالتحديد. أوجه للعالم أجمع على وجه الخصوص للشباب أن لا يتقوقعوا في مذهب معين، وأن يطلعوا وأن يبحثوا حتى يجدوا الحقيقة. الحقيقة ربما قد تكون معي وقد تكون مع غيري، لذلك فأنا أنصح الشباب بصورة خاصة أن ينفتحوا ويقرأوا حتى يتوصلوا إلى الحقيقة. أنا أتمنى أن يستبصر ويتعرف على التشيع اللي هو المذهب الحق. أتمنى لكل أقاربي وكل أسرتي وكل أصدقائي وجيراني في السودان وكل من أعرفه ومن لا أعرفه أن يستبصر ويهتدي إلى منهج أهل البيت عليهم السلام، لأنه هو الدين الصحيح كما عرفته. وله أمنيات كبيرة للناس، اختتمت برسالة من قلب عاشق إلى المعشوق الغريب، إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. رسالتي للإمام الحجة عليه السلام وعجل الله فرجه أن ينظر إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعين الرأفة والرحمة. وهذه الأمة كلها هي أمة محمد، وكذلك أنا رسالتي لإخوتي أهل السنة أن يتعرفوا إلى الإمام الحجة الذي هو إمام لكل المسلمين قاطبة، وهو الذي يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، فهو إمام البشرية جمعاء، ليس إمام مذهب معين أو طائفة معينة.